فوكزه موسى فقضى عليه. طب هو قاصد يقضي عليه؟ لا، هو بده يضرب، بس مرات مش مقدر عادي قوته، ومرات بتيجي في المكان القاتل، مش هيك بتصير؟ ما هو اصلا قدر، ما هو اصلا قدر اجت في المكان قاتل. وموسى قوي واضح من كل السياقات، ولما بنعرف عن تاريخه قوي، بس قوي مش متوقع انه يقتل الزلمة، واجت في المكان القاتل فوكزه موسى فقضى عليه. طب هو مش قاصد يقتل، هذا شو بنسميه احنا على فكرة في الفقه الاسلامي؟ بنسميه القتل، القتل شبه العمد، شبه العمد، لا هو خطأ ولا هو عمد. ليش؟ لانه في الخطأ انت ما بتضرب اصلا، ما بتكونش قاصد الضرب ولا القتل. في شبه العمد بتكون قاصد الضرب مش قاصد القتل، في العمد قاصد القتل من اصله، مش هيك؟ ولذلك كل واحد له حكم، ولذلك شبه العمد يلحق عندنا في الفقه، شبه العمد يلحق بالخطأ ويلحق بالعمد. يلحق بالخطأ من جهة انه لا يقتل القاتل، ويلحق بالعمد من جهة الدية، لانه الدية في العمد دية مغلظة بسموها، والدية في الخطأ دية مخففة. فهو اذا عندي خطأ شبه عمد، عمد، فاذا هو بيلحق الاثنين، بيلحق الخطأ في كونه مش قاصد يقتل فلا يقتل، وبيلحق العمد في الدية المغلظة، الدية المغلظة. طيب، فركزه موسى فقضى عليه. والعجيب، والعجيب انه لما بيجي بيستغفر بيقول قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، شعر بايش؟ انه ذنب. العجيب انه بتجد بعض كتب التفسير بده يعتذر عنه. طب موسى عليه السلام بيقول لك اني انا اذنبت، بده يعتذر عنه انه ما اذنبش. طب ليش؟ قال لانه يجوز قتل الكافر الحربي، يجوز قتل الكافر الحربي، وبالتالي يعني هو مش مذنب من اصله، فصاروا يحاولوا يفسروا موضوع فغفر له. ايه غفر له شو؟ ما هو بيقول ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. هو قاصد يضرب، يضرب مين؟ يضرب واحد ظالم، يضرب واحد ظالم. شو عرفوا انه هو الظالم؟ السياق، المجتمع هيك مبين، هذا مع هذا مستوطن مع فلسطيني مبينه، بس بجوز يكون الفلسطيني هو اللي مسكع. بس المهم انما هيك لاول وهله بيكون ايش؟ مبين الامور بهذه الطريقه، مش هيك؟ لذلك هو شعر انه طب انا المساله بين اثنين مقاتله، يوكزوا يقتلوا، مش طب انا قصدي ادفعه، مش هيك؟ فانقتل. وهذا بدل اصلا على انه في الاصل، في الاصل انه سواء كان كافر ولا مسلم ولا غيره يحرم دم الانسان ما لم يكن في مسوغات. اذا حتى لو كان كافر ما يجوز قتله. هي موسى عليه السلام، هي موسى عليه السلام بقول، ومش بس هيك، والله بذكر على لسان موسى انه استجاب له وغفر له، معناته ذنب من اصله، هذا معناته الذنب، ولو انه خطأ وقتلت الكافر، بس كنت ضربت، انت ضربت، ما انت، ما انت ضربت، مش هيك؟ وادى الى القتل، ففي خطأ. طب ما هو كافر، هذا مشان الرد على من يزعم انه الاصل، الاصل الكافر تقدر تقتله انت طالما هو كافر. لا، مش صحيح الكلام. انو كافر اللي بنقتل وانو مسلم اللي بنقتل، هذه إلها في تفصيل في الدين. ما هو المسلم ممكن يقتل والكافر ممكن يقتل، بس الانسان كانسان، الانسان كانسان يحرم قتله. ومن اهم الايات اللي بتدل على هذا الكلام هذه الايه، هيو من شيعته من عدوه، واللي من عدوه فراعنه كفار حتما ما يجوز قتله. بعدين هذه مش، هذه شجار، هذه مش حرب، حتى يقولوا ما هو حربي، ايش حربي؟ هذه ناس مضطهدين ناس، فيش حرب اصلا، ناس مضطهدين ناس، فيش حرب، وهذول متقاتلين، وهذول متقاتلين، اثنين متقاتلين، ما هيش حرب هاي. اذا قال ربي اني ظلمت نفسي، ظلم نفسه في ايش؟ لانه اي معصية بيعصيها الانسان شو بكون؟ ظالم نفسه،
بالدرجة الأولى بيظلم نفسه. يعني إذا ظلمت الآخرين أنت في ابتداء ظالم نفسك. هو مش ظلم الفرعوني؟ هو مش ظلم الفرعوني؟ شو بقول؟ ربي إني ظلمت نفسي. وفي كثير من الظلمة مش منتبه إنه هو بيظلم نفسه. مش هيك؟ قال ربي إني ظلمت. شوف الساعة بعده مش نبي. ودليل على إنه هو يعد وعنده ورافض الدين الفرعوني اصلا هو. واضح؟ قال رب وامه اكيد بترضعه. امه رضعته مبادئ. ما امه متكتمة. مش هيك؟ ولا بالكم امه لما قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه الى اخره. مش هيك؟ فاذا هو بيعرف. بس مش بيعرف اشي من امه شو هو مندريش. انما واضح الدين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. ايش عرفه موسى انه غفر له؟ بجوز ناس يقولوا الله هي بيخبر انه غفر له. لكن هو بعدين شو يقول؟ ربي بما انعمت علي. بما انعمت علي بايش؟ بالمغفرة. فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ربي بما انعمت علي. بايش انعم علي؟ لانه هو قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. قال ربي بما انعمت علي. بايش انعم علي؟ هيو السياق. طلب المغفرة فغفر له. فعرف انه غفر له. شو عرفه؟ الان بتجدوا قسم من المفسرين او اكثرهم بيحاول يلف ويدور حول القضية انه يفسرها غير ما نفهمها، غير عن المعنى الواضح، لانهم بتصوروش انه واحد زي موسى يجي ملك ويقول له غفر لك. بتصوروش هالكلام. بقول لك طب ما هو بعده مش نبي، ما هو فيش وحي، وبالتالي ايش عرفوا انه غفر؟ اذا هو لازم نبحث لها عن تفسير ثاني. انا بديش ابحث عن التفسير الثاني لانها واضحة. مش هيك؟ لانه شو قال؟ ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. قال ربي بما انعمت علي. بايش؟ بالمغفرة. فلن اكون ظهيرا للمجرمين. مش راح اكون في يوم من الايام مساعد ومعاضد لاي مجرم. ليش؟ اللي ساعدته هذا مجرم؟ ليش اللي ساعدته هذا مجرم؟ انتبهتوا كيف؟ لانه قال ربي بما انعمت. ليش انت دخلت في موضوع لصالح مجرم؟ اللي من شيعتك مجرم؟ ولذلك قال رب ولذلك اذا احنا بناخذ الالفاظ القرانيه كما هي بصير كل شيء واضح اصلا، مشكلش. اولا ايش عرفوا موسى عليه السلام؟ شو عرفوا؟ طب ما هيو يوسف عليه السلام فتى صغير في البئر، فاوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اوحى ليوسف في البئر ولا ما اوحاش؟ كان يوسف نبي؟ لا. أو حاله ولا الساعة بدنا نقعد نفسرها نقول يعني مش معناها أو حاله، مش معناها أو حاله. الله بيقول وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لمين أوحى؟ للولد الصغير. أوحى ولا ما أوحاش؟ أوحى. طب نبي الولد الصغير؟ لا. طيب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كانت نبية أم موسى؟ أو حالها ولا ما أوحالها؟ أو حالها. لا يكون بدهم يقولوا لا ما أوحالها. ما هو قال أوحي. يعني إحنا اللي بدنا نأخذ عقيدتنا من القرآن ولا بدنا نجعل القرآن يطوع وفق ما إحنا يعني منشوف؟ كأنهم متصورين بعض الناس إنه من يوحى له فهو نبي. كأنهم متصوروا. إذا ما هم غلطانين معناته في تعريف من هو النبي. بتصوروا انه اللي يوحى له نبي. طب ما هو اوحى لمريم. ما هيش نبيه كمان.
ومريم كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال يا مريم أنى لك هذا، عجيب هذا، قالت هو من عند الله. لا يكون لا ايش عرف انه من عند الله؟ لا الايحاء للنحل خليه موضوع ثاني ماشي، والنحل اوحى للنحل. طيب ما هو الايحاء الاخبار الخفي، الايحاء الوحي اخبار خفي بس اخبار وبوصل، بوصل تمام عنوان.